نقوي قلوبنا وناخذ قرار في هذا، وانا اعتقد هذا يجب على اصحاب الهوتيلات ان يقررون هذا، نجتمع وناخذ قرار فيه ونعتمد هذا. اما بليلس نحن نجيب هذيلا قوم الشنط اللي على ظهورهم ما استفادت البلد شيء. نريد العدد النوعية اللي هي نوعية مهمة جدا، ولا نريد الكثرة اللي هم نحن الفنادق تصرف نبيع الغرفة 200 بدا بريكفاست في أي مكان ثاني على الأقل 120 جنيه على الأقل استرليني أتكلم أنا، ونحن هني ما صارت هوتيلات، ما صارت هذا، صارت كأن خيمة في الشارع تأجر. هذه أرجو من الدائرة أن يهتموا في هذا الموضوع، لأن الناس تعبانة في المولات وتعبانة في البلد كلها إذا ما جابوا النوعية لتصرف في البلد هذا. وشكرا.